ويا صباح الفل والجمال والبهجة على كل مشاهدي رؤى جديدة في كل مكان. في بيوت كده أول ما الواحد بيدخلها يحس بسعادة كده وانبساط وبهجة، وفي بيوت لما الواحد يدخلها بيحس إن هو لا متضايق مش مبسوط. جزء كبير من راحتنا النفسية بيترتب على المكان اللي احنا عايشين فيه، على بيتنا، الإضاءة، الألوان، الديكوريشن بشكل عام. وجود مهندس الديكور وإحنا بنعمل تصميم داخلي للبيت اللي إحنا عايشين فيه بيفرق معنا كتير جدا، وبيسهل علينا حاجات كتير جدا للوصول للشكل اللي إحنا عايزينه، يمكن أفضل وأحسن كمان. النهاردة هنتكلم عن التصميم الداخلي للمنازل وأهمية وجود مهندس الديكور ومساعدته لنا وإحنا بنصمم بيوتنا من الداخل. اسمحوا لي أرحب بضيفي اللي منورني، مهندس مصطفى عطلة، صاحب مكتب ديكورات وتشطيبات. أهلا بيك يا باشمهندس. أهلا بحضرتك، منور الدنيا. ربنا يخليك. بنور. وجود مهندس الديكور بيسهل حاجات كتير جدا، ودايما في التصميمات بيبقى فيه شويه تكات كده برضو يا باشمهندس، مبقاش حد الناس العاديه ما بيبقوش فاهمينها ومش عارفين ازاي يعملوها. فعايزه اتكلم قبل اي حاجه عن اهميه اللجوء لمهندسين الديكوريشن. اهميه اللجوء لمهندس الديكور طبعا دي اول حاجه لازم الناس كلها تبقى عندها الثقافه دي، لان هو مهندس الديكور اول حاجه بيبص لها هي استغلال المساحات. ودوره مهم جدا في المساحات الصغيره مش المساحات الواسعه، لان هو بيبقى عنده ازاي يقدر يستغل المساحات كويس ويقدر يحط الاساس المناسب اللي يخلي حضرتك وانت داخله البيت ايا كانت مساحته حتى لو مساحه صغيره تبقي مرتاحه مبسوطه وحاسه ان في وسع وحاسه ان في فده بيفرق جدا مع تصميم الشقه. كمان مهندس الديكور بيبقى ليه رؤيه مختلفه، ليه؟ ان انت في الشقه اصلا ممكن تغير الاساس من مكان لمكان، فبيبقى ليه ترتيباته الخاصه اللي بيعرضها على الكلاينت. ولازم صاحب الشقه نفسه يبقى عنده توجه، يعني انا عندي بيتي انا بميل قوي للكلاسيك مثلا، فانا اقول للمهندس ان انا هروح في اني حته، انا محتاج افرش البيت بتاعي كلاسيك او مودرن او فلازم ده يقدر يديه لمهندس الديكور، ويبدا مهندس الديكور برؤيته بقى يبدا يصمم له الشقه بتاعته. يعني على حسب العفش اللي انا عايزاه طبعا لازم هعمل التصميم، ما ينفعش اعمل التصميم وارجع بعد كده لا ده انا كنت عايزه مودرن طلع كلاسيك معايا. صح طبعا. حضرتك بتقولي لي حضرتك محتاجه ايه، بتميلي لايه، عايزه تفرشي الشقه ازاي، ابدا انا اعمل موديلنج عليها، اعمل موديلنج 3 دي واعرضه عليكي. لو تمام اوكي، لو مش تمام نقدر نغير ونقدر نتناقش ونقدر اسمع من حضرتك ايه اللي تحبيه في بيتك، وابدا انا اقترح عليكي اقتراحات عديده. ونبدا اول حاجه ما تقولي لي اوكي انا التصميم ده كويس، فنبدا بقى نشتغل عليه ونبدا نفرش شقتنا عليه بالظبط. بص انا شايفه هنا صور، ده مودرن اكتر مش كلاسيك، يعني ده انا كان في صوره قبليها اللي هي اللي اوت عموما، الصوره الاولانيه اللي احنا لو نقدر نعرضها بالظبط، ده اللي اوت بتاع الشقه او الفيلا اللي احنا هنبدا نشتغل عليها. فببدا انا احط بعض الفرش بتاعي بناء على رغبه العميل. بتطلع في الصوره الثانيه بقى اللي هي الصوره الثانيه اللي احنا جبناها دي صوره للموديلنج بتاعي، دي ما اتنفذتش، دي لسه هتتنفذ، يعني دي لسه هتتنفذ زي جرافيك كده، دي احنا شغالين فيها اوريدي في الوقت الحالي بنشطب فيها. فببدا مساحه كبيره يا باشمهندس. نعم. دي مساحه كبيره اعتقد، دي فيلا. دي فيلا دورين وروف. فبنبدا نعرض على الكلاينت التوجه بتاعنا، احنا هنقدر نفرش لك بالشكل ده، فهو لو اوكي موافق احنا جو اهيد ونبدا نشتغل بقى واحده واحده. فلازم ده يتعرض الاول قبل ما نعمل اي حاجه، عشان ما نعيدش شغل تاني او نعمل كوركشن لحاجه ما عجبتوش. فلازم اوريها له كده اكنها اتعملت وخلصت، ويبدا هو يديني الاكسبتنس عليها، فابدا انا اشتغل. ايه اهم النصايح اللي بتقولها للكلاينت اللي بيجي لك في التصميم؟ استغلال المساحات اهم حاجه، ان زي حضرتك ما قلتي في المقدمه ان انا ادخل المكان احس ان انا مرتاح بالزبط. دايما الراحه بتيجي باستغلال المساحات، ان انا احس ان في مساحه، لكن لو انا حطيت فرنتشر كتير ولايتنج كتير انا ممكن اتاخد اول ما ادخل. فلازم اهم حاجه ان انا استغل المساحه كويس، وابدا اوزع اضاءاتي بحيث الاضاءه تبقى مناسبه للفرش اللي انا حاطه، مع طبعا الالوان، لان الماتشنج ما بين الالوان والفرش والاضاءه هو ده اللي بيدي الراحه النفسيه طبعاً في اي مكان. ايه اللي عليه اقبال اكتر دلوقتي،
المودرن ولا الستيل. انا شخصيا من عشاق المودرن، ما اعرفش احب اشوف الستيل بس ما اعرفش اعيش فيه. في ناس تانية لا يحبوا الكلاسيك اكتر، فعايزه اعرف ايه دلوقتي اللي عليه اقبال اكتر في حته المودرن والستيل. هو اللي عليه اقبال اكتر المودرن، لان كمان الاقبال رايح للسمارت هوم، فالسمارت هوم اكتر بيبقى ماتشنج مع المودرن. والمودرن كمان بيتميز بالبساطه، يعني انت بحاجات بسيطه حاجات ممكن حاجات سهله كده طبعا، لكن الكلاسيك طبعا بيبقى حاجات كتير بقى وفيها بعض التفاصيل الكتير، بيحتاج مساحات واسعه، ما اقدرش اعمل كلاسيك في حاجه ضيقه ما بتبقاش لطيفه. أوكي. بيحتاج مساحات اوسع. احنا اغلب دلوقتي اغلب الشقق بتاعتنا اغلبها يعني مساحتها ضيقه، فالمودرن بيبقى سامبل اكتر. أوكي. ونقدر نخلصه بسرعه ونفرشه بسرعه ويديك الراحه بتاعته. كويس ان انت اتكلمت في النقطه دي بقى، لان انا بلاحظها كتير وفي ناس مش بتاخد بالها منها، تلاقي الشقه مساحتها صغننه صغيره وعاملين ستيل وتماثيل وحاجه اللي هو يعني الواحد بيحس بخنقه. بالظبط. فانا شايفه فعلا زي ما انت بتقول المساحه الصغيره مودرن. احنا هنا معانا الصور دي حاجات دي صور لاستغلال مساحات، يعني مثلا المساحه دي كلها ممكن تبقى كلها ريسبشن كلاسيك، لكن انا هنا في المودرن اقدر اخلي فيه جزء للليفنج وجزء ممكن احط فيه للطعام وجزء المطبخ الاوبن. كل دي خدت مني ثلاث فراغات، لكن في الكلاسيك ممكن تاخد فراغ واحد، حاجه واحده، قطعه واحده تقفل كل حاجه، تقفل كل حاجه، لان الكلاسيك بيحتاج مساحات كبيره وبيبقى فيه تفاصيل كتير. فرنتشر بيبقى مختلف، بيبقى الالوان الذهبي فيه كتير، بيبقى يعني تقفل كده في الفيلل احلى. في الفيلل طبعا عشان الفيلل مساحتها واسعه، لكن في الشقق احنا بنميل للمودرن او النيو مودرن. النيو مودرن ممكن بقى ادخل فيه الباركيه يديني شويه، يكسر المودرن شويه ناحيه الكلاسيك اللي هي الارضيات الخشبيه. ده برضو ممكن لو حد برضو حابب الكلاسيك وحابب المودرن فممكن نضيف له حته الباركيه في الريسبشن، يدينا شويه الخشب طبعا، الارضيات الخشبيه تدي شويه كلاسيك يعني. طيب انا عايزه اقول شويه تكات كده، لو حد بيته صغير شويه وعايز يديله مساحه، الديكوريشن بيفرق جدا. ممكن تحس ان انت البيت يعني قبل ما يتشطب حاجه وبعد ما تشطب حاجه تانية خالص. ايه الحاجات الصغيره، التكات الصغيره اللي تدي مساحه لشكل البيت؟ مثلا لو انا عندي المطبخ مقفول خالص ممكن افتحه. أوكي. فبيدي واسع. دي نقطه. اميل للسمارت فرنتشر، يعني ما اجيبش الاساس، لا اجيب اساس سمارت ذكي ممكن يستغل المساحات. ممكن احط الجزامه في كورنر مش باين، احط حاجات صغيره على قد المساحات بتاعتي، اسيب مساحه للحركه. أوكي. لازم وانا داخل وخارج اعرف ما اخبطش في حاجه. فلازم مساحات الحركه دي نبدا نحطها. فده يدي واسع للبيت. ممكن احط ميرورز في الوول، في البارتيشنز، احط مرايات، احط خشب. المرايات بتدي واسع. بتدي واسع طبعا. اوكي. بتدي واسع. السجاجيد ايه بقى رايك فيها؟ السجاجيد الكتير دي بحس لا لا هو ما بحبش السجاجيد اصلا بشكل. هنا بص الصوره دي هنا استغلال مساحات. كل ده المودرن فرنتشر لاستغلال المساحات. بس انا معلش برضو سؤال يا باشمهندس، يعني انا شايفه ان دي هي حلوه جدا بس مع اطفال انا اخاف. ممكن صح كده، لازم نراعي برضو الفئه العمريه اللي هتسكن في البيت. طبعا الفئه والبيت مساحته قد ايه واستخدامه لايه بالظبط ومين اللي هيقعد، ده طبعا ده كل ده بيتراعى طبعا. تمام. طيب في مصطلح منتشر يعني ناس كتير ما تفهمش معناه ايه، اللي هو اساليب البيوت. اساليب الديكورات ده ايه؟ هي اللي احنا برضو اتكلمنا على جزء منها، ان هو الاسلوب الكلاسيكي اللي احنا كلنا عارفينه او اهالينا كانوا، والاسلوب المودرن، دول الاسلوب. في بقى اساليب ان بتوين مختلفه، في اسلوب اسمه الروستيك والاندستريال، ده اساليب مختلفه. يعني انت تدخل ريسبشن تحس ان ايه ده انا حاسس ان انا في مصنع شغل كده ميتاليك وشغل حاجات نازله من السبوتات. فده ستايل. في الروستيك ده بيميل للانتيك، يعني انا لو عندي حاجه انتيكه بتاعت جدي وانا محتاج احتفظ بيها فبتبدا نحطها ونظبطها تبقى موجوده في المكان، بتديله زي تاريخ كده. الواحد يخش يحس بتحب الحاجات دي قوي. نحط جرامافون، نحط حاجه قديمه. ده اسلوب. فدي كلها اساليب زي ما بقول لحضرتك، الكلاينت انا عايز ايه، يعني انا مهندس ديكور لازم يشوف الكلاينت هو محتاج ايه، لان انا في الاخر اهم حاجه الكلاينت اكسبتنس، اهم حاجه هو يبقى راضي على مش انا، مش ذوقي انا اللي اقول له عليه. في الاخر هنصمم له اللي هو عايزه في انسب صوره. الفئه العمريه
اعتقد الناس الكبار شويه يحبوا يعني اهالينا كلهم لازم الستيل والمذهبات دي يعني اساسي. والكلاسيك والمذهب والحاجات دي بالظبط. احنا هنا الصوره دي معانا دي ايه؟ ده الاختلاف ما بين الاساليب، يعني ده ممكن ده المودرن في قبلها الكلاسيك، ده الاثنين، ده جامع الاثنين، ده ممكن يعني احنا ممكن ساعات برضو لما حد يبقى عايز حاجه مش مودرن ومش كلاسيك نبدا نعمل له مثلا في الحيطان زي تابوهات زي اباليك، ممكن الفرش يبقى مودرن، يعني ممكن ننوع. وده كله بيرجع احنا بنعرضه الاول على العميل، نشوف لا انا عايز مودرن اكتر، لا انا عايز عايز اوضه النوم كلاسيك، حلوه قوي ده، احب دي مثلا عشان دي بتفكرني لا انا عايز حاجه زي كده، فنبدا نعملها له كده. يعني برده مش كلاسيك بحت، مش بحت، لا لا هي زي ما بقول لحضرتك احنا بنبدا نلعب في اللي احنا عايزينه. يعني هو في لمسات عصريه بالظبط، الشكل الليد من ورا، الاضاءه، الحاجات الاضاءه بس هو كلاسيك، يعني النجف كلاسيك، الرجول بتاعت الالزام بتاعت السرير كلاسيك، التاج بتاعه كلاسيك، الحاجات دي، لان في ناس بتميل لده جدا، في ناس كتير طبعها كلاسيكي. ايه الموضة دلوقتي في اكيد كل حاجة وليها الموضة بتاعتها. الموضة دلوقتي البوهيميان ستايل، يعني الشباب دايما ندخل مثلا يقول لك لا انا عايز احط حاجات خشب، احط سجاجيد صناعة يدوية، الحاجات البوهيميان اللي هي مش لازم تبقى راكبة على بعض. في حاجات زمان احنا برضو جايبين نصور ليها ممكن نعرف دي هنا الاول دي معانا ده مودرن. ده المودرن، ده خلاف الكلاسيك. لا بس اللون الابيض ده مع وجود اطفال مأساة برضه، يعني لازم نشوف له حل. احنا بنحبه بس مع الاطفال لا مأساة طبعا. بس هو دي فيلا، دي فيلا، دي هي المساحات الواسعه دايما بتدينا اريحيه جدا في الشغل اكتر من المساحات الصغيره. الالوان برضو الالوان لازم تبقى ماتشنج مع الفرنيتشر والاضاءات، لان الاضاءه كمان بتعكس اللون. يعني ممكن اللون لو الاضاءه مش قويه كفايه يديك درجه مختلفه تماما عن اللي انت متصوره. اوكي، فاحنا دايما لازم بنختار الالوان مع الاضاءه. انت هنا احنا هننور ازاي، فنختار اللون على اساس الاضاءه. اوكي، وجود الجبس يا باشمهندس بيفرق، بيبقى في المودرن بيبقى اكتر، بيبقى اكتر والاضاءه فيه بتبقى اكتر. وفي المودرن دايما احنا بنميل كمان ان ما نستخدمش الوان كتير. أوكي. بنميل للالوان البسيطه الصريحه، يعني الشقه كلها ممكن لون او اتنين. الستاير طيب الوانها بتبقى ايه في المودرن؟ في المودرن الالوان اللي احنا الالوان البسيطه اللي هو اوف وايت، جراي، الالوان البسيطه ما فيهاش الوان، ما فيهاش اخضر، ما فيهاش وعلى حسب برضه. انا بقول لك الدارج، يعني احنا بنستخدم الوان بسيطه وغالبا الشقه كلها بتبقى لون او اتنين تلاته بالكتير، ما بنلعبش في الالوان كتير. اغلب العرايس اللي بيتجوزوا بيبقوا محتارين في نقطه مهمه جدا، يعني ايه تراث الحقيقي النيش، بيبقوا عايزين يجيبوا يحطوا الكاسات والحاجه بس في نفس الوقت مترددين، طب هو هل راحت عليه، طب شكله مش هيبقى حلو. ايه الجديد في الموضوع ده، في موضوع النيش ده تحديدا؟ هو موضوع النيش اعتقد مبقاش موجود، احنا بقينا نحط بوفيه مقفول. أوكي. مش باين منه اي حاجه وما بياخدش مساحه، هو بيوفر والله، وبيوفر وجع قلبه ومجهود. بيوفر بالظبط، هي بتبقى الترابيزه الطعام ومعاها البوفيه وما بياخدش اي مساحه. ولو ستيل، ولو ستيل هيبقى برضه بوفيه مقفول؟ مقفول، واحنا كله دلوقتي بيميل وهم حتى العرايس بيفضلوا ده، ما بيفضلوش النيش بتاع زمان اللي هو مكشوف وازاز. يعني لو حد دلوقتي بيجهز وبيشتري عفش ما يجيبش الازاز، لا يجيب النيش المقفول اللي ما يبقى ده بقى اشيك، اشيك ومودرن اكتر، وتقدر كمان تحط فيه طبلهات، تحط فيه اي سمارت فرنيتشر يديك شكل لطيف ما يبانش خالص انه اصلا بوفيه او نيش. طيب برضو في مصطلح متعرف عليه الفتره دي اسمها المنازل الذكيه او المنزل الذكي، السمارت سمارت هوم ده. طبعا ده في العالم كله، وفي مصر بقاله فتره، بقاله اكتر من 10 سنين في مصر. السمارت هوم هو احنا كل حاجه بنخليها اوتوميشن، يعني مثلا انا داخل للباب فانا مش هفتح بمفتاح، انا هفتح باسورد زي الموبايل. اوكي تمام. ده احنا هنا معانا بص بالظبط، هو هنا البيت كله مربوط بالموبايل، انا اقدر بالظبط انا اقدر اظبط الاوتوميشن بتاع البيت، ان انا بصحى الساعه 7 الصبح فانا محتاج الشاترنج الشيش يفتح الساعه 7 ل 5. حد مركز قوي، احنا عايزين حد مركز قوي. فابدا اظبط ان انا 7 ل 5 هيبدا الشاترنج يفتح، هيبدا الاضاءه تدخل البيت، هصحى
الكوفي ماشين هتبدا تعمل لي القهوه بتاعتي. اصحى الساعه 7 الاقي القهوه معموله. أوكي. درجه حراره البيت اظبط التكييف. معلش ثواني, الحاجات هو ده على اقبال يعني؟ في ناس كتير بتطلب المنازل الذكيه. احنا عملنا الكلام ده في مصر وموجود وشركات كتير بتشتغله. شركات تكييفات بتشتغل معانا في السمارت اوتوميشن, التدفئه كمان سمارت اوتوميشن, الشاترينج زي ما قلت لحضرتك. هي حته التدفئه دي انا شايفه ان هي مهمه جدا. ما كانتش موجوده زمان. ما كانتش موجوده. دلوقتي بقت مهمه طبعا جدا, لان في الشتاء الشتاء قارص عندنا في مصر. بالظبط. فالشتاء صعب. يعني يمكن ناس كتير بتستغرب ان بره في دول اوروبا عندهم الجو بيبقى اصعب كتير من هنا, ومع ذلك في بيوتهم بتلاقيهم قاعدين بنص كم عادي, ما فيش مشاكل. بالظبط, عشان بيبقى في تاسيس للبايبس بتاعت التدفئه تحت السيراميك او تحت البورسلين او الرخام. في الاساس خالص بتتاسس, فبيبدا البيت كله نحس ان البيت دافي. بس معلش سؤال يا باشمهندس, هو ده ممكن يتعمل في شقه مثلا في عماره ولا ده لازم يكون فيلا مثلا مستقله؟ لا, يتعمل في اي مكان. في التاسيس, في التاسيس. أوكي. في الفيرست فيكس بتاعنا بنبدا نحط البايبس اللي هيمشي فيها التدفئه. بناسسها زي بالظبط لما بنحط البايبس بتاعت الكهرباء تحت التايلز تحت السيراميك او الرخام, زي ما بنحط الصرف بتاع التكييفات. كل ده بيتحط في الاساس وبنبدا نعمله. موضوع مش صعب خالص, موضوع سهل جدا. وممكن بس السمارت هوم شويه مكلف. مكلف شويه. مكلف شويه. فمش منتشر قوي. من الحاجات اللي منتشره الواي فاي مثلا. زي ما حضرتك قلت التكييفات. هو مكلف بس هو برضو يعني انا عايزه اقول حاجه, ممكن يبقى عملي في حاجات تانية. لو حب حد يبيع الشقه دي بعد ما عملها دي, هتبقى سعر تاني خالص. سعر تاني مكلفه. وكمان مفيد كسكيورتي. يعني مثلا احنا في السمارت اوتوميشن تقدر تشوف بيتك وانت بره البيت. لو حصل اي حاجه يديك الارم, لو الباب اتفتح او الشيش اتفتح او الشباك اتفتح وانت مش في الموجود, يجي لك الارم على الموبايل. تقدر تعمل لوك لكل البيبان, تقدر تعمل على طول كول للبوليس يجي بسرعه. اوكي. فده في السكيورتي مهم جدا. طبعا. أوكي. الكاميرات طبعا دي موجوده وبتصور كل حاجه. ده حلو لو في اطفال. لو في اطفال جدا. لو انت شقه في مكان بعيد او في مكان لسه مش ما فيهوش ترافيك كتير, فاقدر انا اتابع بيتي طول الوقت. وابدا زي ما بقول لحضرتك, في اي حاجه مش طبيعيه تقدر النور كله ينور فجاه, الابواب كلها تتقفل, فخلاص انت بتقدر تامن بيتك. ده لطيف قوي. جدا سمارت هوم. طيب نتكلم عن الغرف. ازاي نستغل المساحات فيها, وخصوصا لو في اطفال وكراكيب كتير وحاجات كتير؟ دايما استغلال الغرف هو السمارت فرنيتشر. انا دايما لازم السمارت فرنيتشر. الاساس التقليدي اللي احنا متعودين عليه ان اوضه الاطفال هبدا احط سريرين وجنبهم اتنين كومود ودولاب الاطفال, لا, احنا ممكن نستعوض ده بالسمارت فرنيتشر اللي احنا عرضناه قبل كده. ان ممكن السراير ممكن نحطهم فوق بعض, ممكن نجيب المكاتب الصغيره. الحاجات يعني اوض الاطفال فيها افكار كتير في السمارت فرنيتشر, مش الحاجات التقليديه. من الحاجات برضو اللي انا بشوف ان هي منتشره جدا الفتره دي وبقت عمليه اكتر لغرف الكبار بقى, مش هنقول الاطفال. انه الدولاب ما بقاش موجود. يعني انا شخصيا ما بحبش اوضه الملابس يبقى فيها دولاب. يبقى في زي استندات كده باشمهندس بتتعمل, دي بتبقى لطيفه جدا. بتبقى موجوده وحضرتك ما بتحسيش, وممكن يبقى جوه الحيطه انت مش شايفه اصلا. يتعمل جوه الحيطه نفسها. جوه الحيطه نفسها ممكن يبقى في المرايه بتاعت حضرتك وراها الدولاب, احنا مش شايفين ان هنا في دولاب. ممكن لو انا هعمل التكييفات سبليت ممكن احطه تحت التكييف مع الحيطه ما يبانش ان ده دولاب. ففي افكار كتير. لو هعمل فولس سيلينج ممكن اخليه في مستوى السقف السائط بتاعي فما يبانش ان ده دولاب وبعد كده في فراغ للسقف. هل الحاجات دي بتوفر؟ انا شايفه ان هي اشيك وعمليه اكتر وموفره اكتر. هي ممكن اشيك وعمليه اكتر. ممكن بس موضوع التوفير ما يبقاش اغلى كتير, يعني يبقى الموضوع برضو وزن رينج يعني. بس هيفرق معاك بقى كشكل وكاستغلال مساحات وكراحه نفسيه. فطبعا طبعا الموضوع ده بيفرق جدا, كمان لما يبقى حد متخصص يقدر هو اللي بيعمل الاقتراحات بتاعته. مهندس مصطفى عطا الله صاحب مكتب ديكورات, نورتني يا باشمهندس. انا بشكرك جدا على النصايح اللي انت قلتها لنا بالنسبه لديكور المنازل. مشاهدينا هنروح لفاصل سريع ونرجع نستكمل معاكم بقيه فقراتنا, انتظرونا.
ورجعنا ليكم مرة تانية مشاهدينا بعد الفاصل مع فقرتنا الطبية. فقرتنا التانية هتهم ناس كتير جدا وأهالي كتير جدا. 60% من الأهالي بيلجأوا الأخصائيين العظام بسبب عدم رضاهم أو خوفهم أو قلقهم من شكل الساقين عند أولادهم، وشكوتهم المتكررة إن أنا ابني عنده تقوس في الساقين أو شكل الأصابع بتاعة الرجلين مش مظبوطة، ممكن تبقى خارجة لبره أو داخلة لجوه. النهاردة هنتكلم عن مشكلة خطيرة جدا وهي التقوس عند الأطفال وشكل الأصابع، وكمان هنعرف إيه هي مراحل تطور الساقين عند الأطفال. اسمحوا لي أرحب بضيفي اللي منورني، الأستاذ الدكتور أحمد الشيخ، استشاري جراحات العظام وإصلاح التشوهات وتقويم وإطالة العظام، ومدرس جراحة العظام بكلية الطب جامعة بنها، ودكتوراه الجراحة والعظام بالاشتراك مع جامعة ليفربول بالمملكة المتحدة، وزمالة إصلاح التشوهات. أهلا بيك يا دكتور، منور الدنيا. ربنا يخليك. المشكلة دي بتقابلها كتير طبعا. طبعا بنقابلها كتير، و التوعية مهمة جدا، لان هو في ساعات بيبقى يجب علينا القلق وساعات بيبقى ده جزء من التطور الطبيعي. احنا يعني بمرور الوقت جراحة العظام تشعبت الى تخصصات دقيقة، وبقى في تخصص كامل للتعامل مع تشوهات العظام اللي احنا بقينا نسميه limb reconstruction surgery او جراحة اصلاح التشوهات. التخصص ده بيتعامل مع تشوهات الاطراف، بيتعامل مع قصر القامة، او بيتعامل مع قصر طرف عن طرف عشان نعمل عمليات اطالة، بيتعامل برضو مع بعض الحاجات الصعبة في الكسور والعدوى العظام او عدم التئام الكسور المتفتتة. احنا هنا هنختص معنا في الصور هنا بالظبط كده. دول الاربع حاجات الرئيسيين اللي احنا بنتعامل فيهم. احنا هنهتم النهاردة بحاجتين اساسيتين نعمل فيهم توعية كويسة، وهي التقوس او فرق الطول او القصر. دول الحاجتين الرئيسيتين. خلينا قبل اي حاجة كده يا دكتور نوضح للسادة المشاهدين بشكل بسيط كده لكل الامهات وكل الاباء اللي بيتفرجوا علينا بالزبط. ايه هي مراحل تطور الاطراف السفلية او الساقين عند الاطفال؟ ده كلام مهم جدا. احنا عندنا المراحل دي بيعتبروا ثلاث أو أربع مراحل. بتبدأ من أن الطفل بيتولد بيكون عنده ميل طبيعي للتقوس إلى الداخل. لو احنا ممكن نشوف الصورة اللي معانا، أول صورة المرحلة اللي هي المبكرة جدا، أن بيكون في تقوس للداخل، ده طبيعي. فأنا ساعات بيجي الناس قلقانين بيكشفوا طفل عنده شهرين ثلاثة ستة سبعة ثمانية ولاقي رجله كده داخل لجوه شوية، ده طبيعي، ما نقلقش من ده خالص، ما بنقلقش. طبعا في يعني أمراض قوية جدا ممكن تكون عاملة تشوه زياده، ده ممكن الطبيب هو اللي يحددها، لكن في درجه فيسيولوجيه من التقوس اللي احنا بنبدا فيها من عند مرحله الطفوله. من بدايه من قد ايه يا دكتور؟ من عند الولاده لحد ست شهور لحد سن سنه بيبقى ده الكلام ده موجود وبشكل طبيعي. الفكره في ايه؟ الفكره ان مع عند سن سنه الطفل بيبدا يقف، بيبدا يحمل على عظمه العظم ده على المشايه، او يقف حتى يتسند كده يبدا ينقل. لو عظمه طري زياده عن اللزوم ومعندوش فيتامين د وكالسيوم بالدرجات الطبيعيه، بيبدا التقوس ده يزيد ويبقى يخش في مرحله مرضيه، او مرض اللي احنا بنسميه لين العظام او اللي بنسميه الكساح. مرض لين العظام او الكساح ده ممكن يجي من سن ست شهور. ليه ست شهور؟ ست شهور بيبدا الطفل تسارع النمو عنده بيبقى قوي جدا. احتياجات الطفل من الكالسيوم وفيتامين د ما بتبقاش كافيه في الرضاعه الطبيعيه، وحتى لو بياخد برضو حاجات خارجيه ممكن برضو ما تبقاش كافيه. فسهل قوي ان التقوس الفسيولوجي اللي عنده يزيد جدا في السنه الثانيه. لو ما زادش احنا معانا لحد سن سنتين طبيعي ان نلاقي ان في درجه تقوس بسيطه، بس دوري في المرحله دي اتاكد ان جوده العظم كويسه عشان التقوس الطبيعي ده ما يزيدش، ولان الجسم هيبدا يحاول عند سن سنتين انه يعدل التقوس ده ويخليها مستقيم، ودي المرحله اللي في النص ان الرجلين يبقوا مستقيمين. دي من المرحله من سن سنتين الى ثلاثة. في المرحلة دي نعمل ايه؟ نعمل ايه؟ يعملوا ايه؟ ده رقم واحد الاهتمام بالتغذية الطبيعية. طبعا الطفل من عند ست شهور بيبدأ يدخل حاجات من بره، عند سن سنتين ممكن يكون خلاص بطل رضاعة طبيعية ودخل في مرحلة ان هو بياكل اكل زينا. اهتمام بالتغذية الصحية المتوازنة، بنهتم طبعا بالحاجات اللي فيها كالسيوم، منتجات الالبان كلها بيض الكلام ده، بس لازم تغذيه تكون متوازيه فيها كل حاجه. تعرض للشمس بالذات الشمس المبكره والشمس اللي في اخر اليوم حاجات مهمه جدا. وجودنا طبعا في بيئه ساعات بتبقى حر، قاعدين كلنا جوه اوض مكيفه، او لو حر قوي برده مش هنطلع الاطفال في الحر القوي ده، بيحرمنا من فايده الشمس. فدي نقطه، ان احنا حتى لو في بلد مشمسه برضو بنلاقي ان الاطفال دول بيجيلهم نقص فيتامين د، يجيله كساح قرون عظام، وبالتالي تلاقي الطفل عند سن سنتين وثلاثه
ما بيتصلحش، بالعكس ده بيزيد لان وزنه ضاغط على العظم والعظم طري. انا دوري في المرحله دي بيكون علاج دوائي بالدرجه الاولى، ان احنا بنتاكد بالاشعات والتحاليل ان نسب الكالسيوم والفيتامين د ناقصه، ومن ثم بندي له جرعات ساعات بتكون عاليه شويه عشان تبقى جرعات علاجيه. انا او طبيب الاطفال احنا الاثنين بنشترك في المهمه دي، العلاج الدوائي. ده لحد سن 30. فانا لحد سن 3 سنين غالبا التقوس اللي عندي بيكون درجه منه طبيعيه او زادت شويه عشان في لين عظام، وبندي فرصه للجسم انه يصلح نفسه مع العلاج الدوائي اللي انا بديه. يعني افهم من كده انه ما بيبقاش الطفل مولود كده، العوامل الخارجيه هي اللي بتاثر على شكل الثقيل. بالظبط، هو مولود عنده درجه بسيطه من التقوس الفسيولوجي لكن بتزيد بسبب العوامل اللي احنا قلناها دي، نقص في التغذيه، نقص في فيتامين د، نقص كالسيوم عند تعرض للشمس، فيجي له لين عظام، فالتقوس ده بدل ما هو شويه صغيرين وبيفرد، لا نلاقيه بيزيد وبيبقى بشكل عنيف. طب معلش السؤال يا دكتور، انت بتقولي طبعا احنا يعني مش هنتكلم، يعني لو فضلنا نتكلم عن اهميه الرضاعه الطبيعيه مش هنخلص كلام. بالظبط. اللي بيرضعوا صناعي بقى هل هم عرضه اكثر للمشكله دي؟ لا، يعني ممكن تكون دي حاجه مفاجاه، بس هم اقل عرضه. لان المصنعين بتوع كل الالبان الصناعيه بيحطوا اصلا فيها فيتامينات. اوكي. ويحطوا فيها اصلا كالسيوم وفيتامين د، فيمكن يكون الرضاعه الطبيعيه هو اللي عنده خطر ازيد شويه صغيرين. لو هو من عند 6 شهور ما بداش ياكل اكل من بره، وممكن ساعات الام ممكن تبدا لحد سن سنه رضاعه فقط. لا، ده مش كفايه خالص، احنا من 6 شهور لازم ياخد حاجات من بره، لان احتياجاته الجسديه بقت اكبر من اللي بياخده من لبن الام. فدي نقطه. طب سؤال تاني معلش. اتفضلي. يعني احنا كلنا اول ما اولادنا يبداوا كده ايه يمسكوا نفسهم كده وعظمهم يشد شويه بنوقفهم على رجليهم ونلعبهم، حضرتك عارف الحركه دي. تمام. هل دي ممكن تاثر على شكل الساقين؟ لا، هو طبعا طبيعي ان الطفل يحاول يجرب واحنا نساعده، او حتى استخدام المشايه لفترات صغيره. مش ال 24 ساعه دي كلها حاجات بتساعد. هي هتاذي لو الطفل وزنه زياده قوي، وده ساعات بنشوف اطفال قليل نسبه صغيره عند وزنهم زياده، الوزن الزياده ده مع العظم اللي ممكن يكون لسه مش قوي قوي، او عنده نقص فيتامين د بالصدفه او الكالسيوم، ده اللي ممكن يسوق التقوس ويعني. وساعات ده بيبقى مرض لوحده كده، مرض اسمه بلاونت، خليه على الجنب دلوقتي عشان ده فيه تفاصيل عميقه شويه. ده مش حاجه شائعه، ده نادر شويه. ده فعلا بيجي مع الاطفال اللي وزنهم شديد، الوزن الشديد ده بيخلي الرجل تقوس اكتر واكتر. لكن في 90-95% من الناس اطفال عاديين اللي وزنهم في المعتاد، لا طبعا لازم نوقفهم ويتدرب على الوقفه وعلى المشي، ده شيء طبيعي، جزء من التطور بتاعه. طيب اهميه بقى العلاج بشكل مبكر بيفرق في ايه؟ بيفرق في ان احنا يعني احنا زي ما قلنا لحد سن 3 سنين او 4 سنين بنتعامل بالعلاج الدوائي. يعني انا بيجي لي اطفال 3 سنين 3 سنين ونص ولسه عنده درجه تقوس بسيطه الى الداخل، مفيش مشكله خالص، احنا هنكمل معاه لحد سن 4، لان الجسم ساعات بيحاول انه يعدل الرجل لوحده فقط بالعلاج الدوائي. بتدخل بدري امتى؟ لو عندنا اعوجاج عنيف جدا جدا جدا. ساعات بنشوف ناس في سن 3 او 4 سنين عندهم اعوجاج شديد قوي، غالبا بيبقى في حاجه مرضيه زياده عن نقص فيتامين د، او امراض معينه متعلقه بنقص فيتامين د بس مش المعتاد. فمش عاوزين برضه نخش في تفاصيل عشان اللخبطه، او بلاونت ديزيز برضه مش هنخش في تفاصيله، دول الدكتور اللي بيقدر يحددهم. فمن الاخر استشاري العظام هو اللي بيقدر يقول هل ده في الحدود الطبيعيه وهل ده فيسيولوجي وممكن يتصلح فنصبر عليه شويه ولا لا. لكن مثلا نشوف الصوره دي، دي يعني جديدة 8 سنين، يعني ايه اللي وصلنا للدرجه دي؟ فده طبعا يعني زي الاهالي يسيبوا اصلا الطفل يوصل للمرحله دي. دي النقطه اللي احنا عاوزين نقولها، ان احنا يا جماعه ما نصبرش. ساعات بيبقى الناس عندهم انطباع خاطئ انه هيتصلح لوحده. طب ده بياخد الكالسيوم، ده بياخد الحقن. لا، ما احنا شايفينه بياخد الحاجات دي وبيسوق، فاحنا رجاء ما نوصلش لهذه المرحله. المرحله دي بتتعالج وبتبقى كويسه جدا، والبنات دي بعد ما خلصناها بقت ما شاء الله رجلها مستقيمه وحلوه. بس احنا تعبنا وعملنا عمليات وعملنا جهاز مثبت خارجي وخدنا وقت على ما وصلنا من الصوره الاولانيه وصلنا للصوره دي، للصوره الثانيه. دي هايله، دي عظيمه. احنا بس عاوزين ما نوصلش للمرحله العنيفه دي. كل حاجه ممكن تتعالج الحمد لله، ومعانا احدث التقنيات بنستخدمها، بس الفكره يا ريت ما نوصلش معاها دي. فرجاء ان احنا لما نلاقي الطفل عنده تقوس ما نسيبوش لحد ما يوصل لدرجات شديده جدا. ولو خدنا علاج مره واثنين ورحنا لدكتور واثنين، مفيش مشكله، كمان سنه لسه مفيش تحسن نروح تاني، لان احنا يعني لو سيبنا الموضوع فترة أطول هيبقى العلاج إيه؟ أصعب. الحمد لله في علاج لكل حاجة، وزي ما شايفين الصورة كويسة. بس دي إيه؟ طفلة تانية عندها مثلا نوع برضو معين كده من التقوس. تمام. بس مسبب بمشكلة معينة في الكلى.
بيبقى في علاج دوائي معين بناخده، لكن انا دوري كجراح انا طبعا مش قادر اسيبها كده، هي مش قادره تمارس حياتها الطبيعيه طبعاً. فاحنا لازم نعمل لها عمليه طبعا. في الحالات دي بنعمل عمليات معقده شويه ساعات، بنعوز تصليح لعظمه الفخ، تصليح لعظمه الساق، بدون الدخول في تفاصيل. التصليح كله عباره ان احنا بنكسر العظمه في مكان معين وبنثبتها. الصوره دي بالاشعه بنعملها للطفل او الشاب وهو واقف، وبناخد منها بعض الخطوط اللي بنرسمها. طبعا احنا سهل قوي نشوف ان الرجل شبه واخده كيرف كده زي حرف السي بالظبط. طبعا ده بيخلي مركز تحميل الوزن اللي بيجي من الحوض الى القدمين معدي في الجزء الداخلي من الركبتين، وطبعا ده بيخلي المشي مش طبيعي ويبدا يؤذي مفصل الركبه داخليا. فاحنا دورنا ان احنا نخلي الرجل اللي عامله كده تبقى مستقيمه عشان مركز الوزن زي ما نشوف في الصوره اللي بعد التحديث بقت ماشيه في منتصف الركبه. يعني برضو افهم من كلام حضرتك ان المشكله دي اهمالها مش بس بتاثر بشكل ظاهري، كمان ممكن تسبب الام في المفاصل عند الطفل. احنا هو مثبت علميا ان انحراف الساقين للداخل او الخارج ده بيغير مركز التحميل او محور التحميل. انا واقف انسان طبيعي مستقيم، الوزن بتاعي بينزل بيتقسم على الرجلين، بيبدا من الحوض بيوصل لحد القدم مكان ما بتلمس الارض. المشكله في ايه؟ ان الساق دي لو مستقيمه الخط ده هيمشي في النص. الساق لو مش مستقيمه عامله كده الخط ده هيمشي جوه. لما الخط بيمشي جوه بيحمل على الجزء الداخلي للركبه اضعاف ما بيحمل على الجزء الخارجي. الناس دول بقى لما بيهملوا وييجوا شويه في سن 30 35 سن في نص الشباب تلاقي بدا يحصل له خشونه في الجزء الداخلي للركبتين، او لو هو اعوجاج للخارج بدا يحصل له خشونه في الجزء الخارجي. فاحنا بنقول نحاول نصلح الحاجات دي في سن مبكر. التصليح في سن مبكر سهل، التعافي منه سريع، التئام العظام اكثر ثقه واكثر سهوله من الكبار. لكن حتى لو احنا فلت مننا الجزء ده ما زلنا ممكن نصلح الكلام ده بعد سن البلوغ 18 20 25، لكن رجاء ما نسيبش نفسنا لحد ما نبقى عندنا 40 45 50 ونلاقي نفسنا في اعوجاج، حصل تاكل في المفصل من الجزء الداخلي، ساعات العمليه هتبقى اصعب وساعات التصليح مش هيبقى فعال زي ما بنعمل في السن الصغير. يعني لو لحقنا المشكله، هو ده طبعا دور الاهالي برضو، لحقنا المشكله دي تتعالج بالادويه، تتعالج بالادويه في سن صغير جدا، وبعد كده من عند الاربع خمس سنين بنفكر في التدخل الجراحي على حسب درجه الحاله. وفي السن الصغير بنعمل عمليات بسيطه اسمها توجيه مركز النمو من غير ما بكسر او حاجه. انا مركز النمو عندي في الجزء الخارجي بينمو اسرع من الجزء الداخلي، فالرجل عامله كده. انا بعطل الجزء الخارجي من مركز النمو بشريحه صغيره ومسامير، عمليه تعتبر امنه نسبيا والتعافي منها سريع جدا. اللي بيحصل ايه؟ ان الرجل بتتعدل لوحدها. الكلام ده راح مننا وبقينا في سن 15 16 لا، في الحاله دي اضطر اعمل شق عظمي، ان انا ببساطه بكسر العظمه بس باسلوب مهذب شويه، لو انرجي بنقول عليه عشان ما نزعلهاش يعني، ونعمل التصليح بتاعنا، نحط شريحه ومسامير او مسمار نخاعي، ولو التقوس عنيف قوي بحط مثبت خارجي زي الصوره اللي كنا شفناها في الاول في الاشعه. احنا مثلا البنوته دي يعني وصلت لحد سن 18، ولقينا ايه في سن 18؟ ان احنا عندنا الساقين فيهم التقوس ده، طبعا سهل قوي ان احنا نشوفه ان الركبتين مش قادرين يلمسوا بعض وبدأ ان ركبتها توجعها. طيب هل احنا الوقت فاتنا؟ الوقت ما فاتناش، احنا بنعمل لها برضو التصليح المطلوب، عظمة الساق. الصورة اللي بعدها هنلاقي رجلها فيها بقت مستقيمة، عملية فعالة بنستخدم فيها حاجات داخل عمليات بدقة شديدة جدا وبجروح تكاد تكون يعني تجميلية ما بتتشافش. دي بعد العملية؟ رجلها الشمال لسه، هنعمل رجلها اليمين بس احنا ممكن نشوف رجلها الشمال بقت مستقيمة خالص، وتقريبا مش هنشوف اثار شديده للجروح، حاجات صغيره. لا ده انا لازم اتكلم عن العمليه دي، هايله دي نتيجه بجد. عايز اعرف يا دكتور احساسك ايه لما العمليه بتلاقي نتيجه كده، واحساس المرضى ايه؟ يعني احساس المريض طبعا قمه في السعاده، وانا برضو قمه في السعاده ان المريض بتاعي حس بنتيجه التعب بتاعه. طبعا المريض انا بكون شرحت له يعني بعض المخاطر، هنعمل ايه بعد العمليه، هتمشي بعكاز قد ايه، هتدوس امتى. هي علاقه شراكة ما بيني وبين المريض، المريض بيفهم مني كل حاجة، بيمشي معايا، بيلاقي نتيجة إن شاء الله بإذن الله بتكون نتيجة مرضية جدا. أنا طبعا في قمة السعادة، بوري له صورته قبل وبعد، هو نفسه بيحس طبعا بالإيه؟ الساتسفاكشن الجميل جدا جدا جدا. شكل حياته تماما اختلف. وعلى فكرة الناس اللي بتعاني من المشكلة دي بتعاني من التنمر شديد جدا، وخصوصا لو أطفاله في المدارس أكيد بتشوف ده. بالظبط يا فندم، أنا جالي فعلا يعني أكتر من حد بيعاني من التنمر شديد جدا، الناس بتقول عليه أوصاف مختلفة عشان عنده تقوس شديد. مشيته للاسف بتبقى يعني مش مظبوطه. فطبعا ليه نسيب اولادنا يتعرضوا لحاجه زي كده؟ دي الاشعه بتاعت البنوته، الاشعه اللي فاتت وباين فيها ان المحور بتاع الوزن مش معدي في النص. احنا المفروض بنوصل للنتيجه دي. أوكي. ان الزاويه اللي ما بين سطح المفصل وما بين الساق 90 درجه. تمام، ده تمام. طبيعي.
ده المعدل الطبيعي اللي احنا بنكون وصلنا له في اخر العمليه. تمام. فاحنا مش عاوزين ولادنا يتعرضوا لحاجه زي كده في المدرسه. فاللي عنده مشكله رجاء انه يلجا مبكرا للطبيب عشان يمكن علاجها. نوفر على نفسنا مشاكل نفسيه. في السيلف استيم ده مهم جدا جدا، والسيلف ايمج بتاع الطفل لنفسه ان هو يعيش في ان هو مريض او عنده حاجه، دي حاجه طبعا نقدر نساعده. حتى لو احنا عندنا مشاكل مرضيه مزمنه، لا احنا بنقدر نتغلب على الكلام ده ونصلح الرجلين والطفل يعيش حياه طبيعيه ان شاء الله. طيب لو هنتكلم عن التفاف الساق، عايزين نتكلم برضو امتى نكشف عن المشكله دي؟ طيب احنا التفاف الساق هو في التفاف الساق وفي التفاف في الفخذ. ده بيجي في اكتر من صوره. بيجي رقم واحد ان الام ممكن تيجي تقول انا طفل هو ماشي برجله بصه لبعضها لجوه، دي حاجه. فتلاقي القدمين باصين لبعض. رقم اتنين انه يجي رجله بصه لبره، بتبقى اشبه مشيه البطريق البنجوين. احنا الصوره دي بنقيس فيها ايه؟ بنقيس فيها زاويه التفاف الساق. احنا عندنا الموضوع معقد شويه ميكانيكيا، عايزين نركز فيه شويه. احنا عندنا الفخذ بتاعنا لافف لجوه حوالي 15 درجه عن مفصل الحوض. تمام. في خلقه ربنا الطبيعيه. تمام. جدا. احنا ما بنكونش مولودين كده، احنا بنكون مولودين ان الفخذ ده لافف لجوه حوالي 60 درجه، دي حاجه مرتبطه بوضعنا داخل رحم الام. تمام. اللي بيحصل ان مع النمو بتاعنا لحد ما نوصل لسن 7-8 سنين، ال 60 درجه دول بيقلوا 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 وبيوقفوا لحد 20 او 15. تمام. في ساعات اطفال ما بيحصلش فيهم الكلام ده. فيفضل التفاف الساق الفخذ للداخل ما زال موجود زي ما هو. زي ما هو. تمام. دي حاجه، ده الفخذ. هنقوله كمان شويه. الساق بيحصل فيه حاجه زي كده برضو، ان الساق بتكون لفه لجوه حوالي 20 درجه وبرضو بتبدا تفك ال 20 درجه دول لبره. تمام. ممكن الفكه دي ما تحصلش. فانا الانسان الطبيعي خالص لو نيمته على وشه في الصوره الاولانيه خالص، المفروض ان انا محور الفخذ مع القدم بتاعي تكون باصه لبره حوالي 10-15 درجه. ده الانسان الطبيعي اللي هو على الصوره اللي ناحيه الشمال. تمام. الشكل المرضي هو اللي ناحيه اليمين، ان احنا لقينا ان القدم بقت كلها باصه لجوه. ده بسبب ايه؟ ان عظمه الساق التفت بشكل زياده في الاتجاه الخاطئ. طبعا ده بيخلي الطفل يمشي رجله باصه لجوه. في نقطة صغيرة ساعات بيكون في تشوهات في القدم نفسها بتخلي الرجل تبص لجوه والساق بريئة. دي استشاري العظام اللي بيعرفها لما بيفحص المريض بيقدر يشوف هل الالتفاف ده في القدم ولا الساق ولا الفخذ. الصورة اللي هي بتاعت المريض ده تعبير عن الصورة الجرافيك دي، ان احنا عندنا مريض عندها رجل سليمة خالص لبره مفيش فيها اي حاجه خالص، والرجل الثانيه لفه لجوه حوالي 20 درجه. يعني ممكن يكون في رجل سليمه والرجل الثانيه فيها مشكله. بالظبط كده. مش دايما بيكونوا الاثنين، في العكس في اكتر من مريض. في التقوس برضو كده. في التقوس ايوه كده، بس يمكن في التقوس بيبقى في امراض معينه هي اللي ممكن تخلي رجل واحده هي الايه هي. لكن في معظم التقوسات الناتجه عن نقص فيتامين د والحاجات دي بيلاقي الاثنين زي بعض. فاكر حضرتك صوره البنوتر اللي شفناها؟ صوره مرايه، الاثنين تقريبا نفس الدرجه. لكن في حاجات مرضيه ممكن تيجي في مفصل ما تجيش في الثاني، تخلي ده يبقى متقوس. فالالتفاف بتاع الساق ده ممكن يعوز يتعالج لو هو بيكعبل الطفل، في الم، في تنمر، رجل سليمه ورجل الثانيه باصه لجوه، بيعوز يتدخل طبعا جراحيا. ده طبعا شكلها بعد التعديل خلاص بقوا الرجلين باصين لبره زي بعض. ده اللي احنا عاوزين نعمله، الاثنين يبقوا زي المرايه زي الانسان الطبيعي جدا. هي هنا عملت عمليه؟ عملت عمليه بالفعل. ان احنا عملنا شق عظمي ولفينا الساق لبره 30 درجه وثبتنا بشريحه ومسامير. تمام. طبعا العمليات اتطورت عن زمان عشان برضه الناس ما تاخدش انطباع ان احنا شريحه ومسامير والموضوع كبير. لا، ما بقاش في جبس خلاص. احنا يا جماعه المريض بيخرج برباط ضغط فقط، هو رباط ضغط بس كده، بيتحرك من اول يوم بالعكاز. بيحرك ركبته طبيعي. كفه الرجل طبيعي. ما بيدوسش على رجله الا لما بسمح له. احنا بندوس في اول شهر حوالي 20% تحميل خفيف، تاني اربع اسابيع 50%، تلات اربع اسابيع تمام. يبدا يلعب رياضه امتى؟ تلات شهور. نقول له خلاص اعمل اللي انت عاوزه. فالتعافي منها بقاش بالصعوبه زي ما كان الناس بتعمل زمان. او جبس، الجبس ما زلنا بنستخدمه بس ده في الصغيرين خالص، اربع سنين خمس سنين ست سنين، دول ساعات فعلا ممكن نعمل تصليح وبنحط الشرايح فقط بنعمل جبس. اوكي. تقوس الطرفين بقى يا دكتور؟ التقوس بقى الخارجي ده اللي عكس التقوس الداخلي. يعني ده نقطه مهمه جدا، ان احنا ساعات نيجي نلاقي اللي هو ما يسمى بالتصاق الفخذين. ان الفخذين لازقين في بعض والساقين دول طالعين لبره، فتلاقي ان الشخص وهو واقف ما بيقدرش يجيب رجليه الاثنين جنب بعض. بس احنا قبل ما نتطرق بس للجزئيه دي، انا عندي فضول اعرف ايه اللي منتشر اكتر، التقوس الخارجي او الداخلي؟ لا، التقوس الداخلي. تمام. اللي هو يعني نسميه البول ليجز بالانجليزي، او الشكل اللي هو زي الايه، زي السيده. تمام. ده التقوس الخارج. تمام. الفخذين جنب بعض لكن الساقين طالعين لبره. فال
اللي بيحصل في حاجه زي كده ايه؟ نفس الضرر برضو. ما التحميل بتاع الوزن بتاعنا بيقع على الجزء الخارجي من الركبه. الطفل ده مشيته صعبه جدا 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 لان ركبته بتخبط في بعضها ومش عارف يمشي بشكل كويس. رغم وجود مرض معين في الكلى بيخلي التقوس ده صعب التصليح الا ان احنا لازم نصلحهم، ودي برضو نقطه بحب اقولها للاهالي ولزمايلنا برضو في التخصصات الاخرى. مش معنى ان المريض عنده مرض مزمن لا يمكن علاجه ان احنا ما نعملوش عمليه، لا ابدا. في عمليات لكل حاجه. هو الطفل ده احنا مش هنكسر فيه عظم، بنعمل شرايح توجيه نمو هنا ده قل بدرجه كبيره، احنا في نص التصليح وان شاء الله باذن الله في خلال سنه هتلاقيه بقى تمام، لان ده تصليح تدريجي عن طريق شرايح توجيه النمو. هنشوفها في الاشعه شرايح توجيه النمو عشان نقرب الفكره للايه؟ يعني للجمهور. انا عايزه اعرف مده العلاج في الحالات دي قد ايه؟ الصوره دي بعد سنه. الصوره دي بعد سنه؟ تدريجيا بتتحسن. ده غير البنوته اللي شفناها من شويه اللي انا عملت كسر وتصليح وشريحه وبعديها باربع اسابيع رجلها ايه؟ هي خلاص خرجت معمولها مستقيمه. زي الفل. فهو في تصليح تدريجي في تصليح حاد او مباشر، انا كسرت وعدلت. ده بناء على ايه؟ تمام. ده بناء على ايه؟ بناء على درجه التقوس بالدرجه الاولى. بناء على هل الاعوجاج اللي عندي في اكتر من مشكله؟ يعني ساعات بيبقى في اعوجاج مع دوران للداخل مع قصر. انا الحاجات دي كلها مش هعرف اعملها بالشريحه، هضطر اعملها بجهاز مثبت خارجي ما يسمى بالزاروف او بالاجهزه الحديثه اللي بالكمبيوتر. حط الجهاز، نكسر العظمه، ما بحركش حاجه، ببدا تدريجيا على مدار شهر او اتنين افتح الجهاز، احرك، الف لبره، الف لجوه، اطول، ده بياخد معانا وقت. فده التصليح التدريجي بالمثبتات الخارجيه. تمام. الشكل ده تصليح تدريجي بس عن طريق شرائح توجيه النمو، ودي حاجه خاصه فقط بالاطفال تحت سن 12 سنه، يعني احنا لو اكبر من كده فرصته ضعيفه. فرجاء اللي عنده طفل يكشف عليه بدري، عشان لو هو عنده سن 8 9 10 11 هقدر اعمل له دي. لو جالي هو عنده 12 13 14 بنعملها في احيان قليله، بس نسبه نجاحها بتكونش زي لو هما صغيرين. بالظبط كده، دي مسؤوليه الاهالي. بالظبط كده. لان انا دلوقتي انا الشرايح اللي احنا شايفينها جوه دي انا موقف مراكز النمو اللي ناحيه جوه، تمام، ومدي فرصه لمراكز النمو اللي ناحيه بره ان هي ايه؟ تزق الرجل لجوه. عشان كده احنا بعد سنه صورته بقت كده. طب انا معلش سؤال برضه يا دكتور، هل بعد العمليات دي، كل العمليات دي بقى احنا بنعمل العمليات دي والطفل صغير، تمام، هل بيأثر على طوله نموه عادي، بينمو عادي وبيطول عادي؟ نفرق ما بين كذا حاجه. بالنسبه للتاثير على النمو، النمو بتاعنا بيجي من حاجه اسمها مراكز النمو. مراكز النمو عندنا مثلا في الطرفين السفليين مركزه حوالين الركبتين. فانا لو انا هتلاعب مع مركز النمو عن طريق الشريحه دي، نسبه خطر يعني صغيره جدا 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 ان انها يحصل لها ضرر طويل الامد. غالبا ده بيبقى ضرر بسيط قوي حتى لو حصل، لان احنا بنعمل العمليات دي اصلا في سن يكون 10 11 12 هو صغير. قرب معقول، ما هوش صغير قوي. تمام. لكن العمليات التانية انا بعمل فيها كسر وتصليح، انا بعيد اصلا عن مركز النمو. فبالتالي النمو بتاعي مش هيبقى له مشكله. النقطه الثانيه نقطه الطول، عشان نقطه تانية خالص. ممكن التصليح يغير في الطول. انا بكل بساطه لما بيكون عندي كده دراع قصير وانا فردته، الدراع ده كان قصير، لما فردته طول. فانا لو عندي رجل واحده وبعمل فيها تصليح ببقى واخد بالي جدا من النقطه دي، لان انا الرجل الواحده دي انا ممكن لما افردها تبقى اطول من الثانيه سنتي مثلا. أوكي. او سنتي ونص. دي حاجات بتاخذ في الاعتبار عشان نشوف احنا ممكن نعمل ايه، وليها اكتر من تكنيك للتغلب عليها. بس اقصد اقول ان ممكن ده يغير في الطول لو احنا كنا بنستخدم طرف واحد فقط. لو بصلح الطرفين غالبا بيمشوا كويس، لان الاثنين بصلحهم زي بعض فبيبقوا زي بعض. لو الطرف ده اصلا قصير، لا، مع التصليح عاوز اضيف الاطاله، ودي هتتم عن طريق الاليزاروف او الهكسابود او الاجهزه اللي بالكمبيوتر اللي انا بعمل فيها مثبت خارجي وبعمل فيها التطويل بتاعي. احنا هنتكلم عن الاطاله دلوقتي. بس انا برضو سؤال كأم بقى، يعني اكيد بيجي لك امهات يا دكتور بعد العمليه دي ابني هيطول عادي مفيش مشكله خالص؟ هي الحته دي بس اللي انا عايزه اركز عليها. لا، الطول طالما احنا ما عندناش ضرر في مركز النمو بيطول طبيعي. تمام. ضرر في مركز النمو ده بقى له اسباب كتير قوي، ممكن تكون اصابه سابقه، حادث، عمل عمليه قبل كده في مركز النمو، ففي جزء منه للاسف الشديد تضرر ومن ثم توقف. فده مش هيشتغل. لكن احنا بنتكلم عن انسان طبيعي جدا، مركز النمو بتاعه سليم، احنا ممنوع عمليه تصليح، بعيد عن مركز النمو مفيش اي ضرر خالص على النمو. تمام. طيب نتكلم بقى عن الاطاله. تمام. نرجع بقى لمشكله الاطاله. مشكله الاطاله بنقسمها لحاجتين، هل احنا اطاله عشان في تقزم او قصر قامه، ولا اطاله عشان في عضو اطول من عضو، في ساعات طرف اطول من طرف، لاسباب مختلفه جدا.
ساعات بتكون اسباب موروثه وساعات بتكون اسباب خلال فتره الطفوله. معانا صوره هنا. احنا الصوره دي جميله جدا عشان تبين لنا التاثير بتاع ان يكون في عندنا طرف اطول من طرف. لو نقدر نشوف هنا الحوض هنلاقي ان في حوض للاسف عالي جدا والتاني مايل شويه. دي مشكله كبيره جدا جدا جدا. رجاء اللي عنده اي شك في ان طفله هو ماشي وسطه بينزل لتحت قوي او كتافه بتنزل لتحت او هو ماشي او هو لو بص عليه وهو ماشي يلاقي ان في ايد اطول من ايد ضروري تكشف ضروري الدكتور يبص عليه. لان احنا لو سيبناه بالفتره دي بالمنظر ده كده فتره ايه اللي هيحصل؟ مشاكل في اسفل الظهر، اعوجاج في العمود الفقري، وللاسف الشديد دي حاجه ممكن لو سيبناها كام سنه ما نقدرش نصلحها تاني فعلا. وحتى لو عدلنا طول الساق او الفخذ ممكن الاعوجاج ده يفضل فيكسد ويبقى ثابت. يعني هي دي ممكن تبان على فكره مشكله ابسط من مشاكل الساقين بالظبط، بس لو اهملت اخطر كتير جدا. وضروري برضو ان احنا لو لقينا ان الطفل حد بصيت على ابنك او بنتك ولقيتي ان ظهره شكله ورا فيه انحناء او مش مظبوط، خدي بالك ممكن ما تكونش مشكله في الظهر وتكون مشكله في الطرف السفلي ان عنده طرف قصير. فبرضه ناخد بالنا ان احنا حتى لو كشفنا على الظهر ولقينا ان الظهر ما فيش فيه مشكله ممكن تكون المشكله في طول. فالطول ده دلوقتي البنوته دي عندها رجل واحده فقط قصيره لسبب هي مولوده بيها كده، ما عندهاش سبب معين. في اسباب ثانيه طبعا ممكن يبقى ناتج عن اصابه في الصغر لمركز نمو في عظمه معينه، فدي بقت قصيره الثانيه طولت عادي. لازم نطولها طبعا. الاطاله دي عمليه ممكن تبقى وراثه يا دكتور الحاجات دي؟ ان يكون هتبقى جانب وراثي بس هتبقى الناحيتين، لكن أوكي. صعب قوي ان يكون في جانب وراثي او مشكله جينيه تاثر على الناحيه، وان كان في امراض نادره قوي بس غالبا بتبقى حاجات مكتسبه. احنا معانا صوره الصوره اللي فاتت ما عندهاش تقزم، هي طرف واحد بنطوله بنكسر العظمه بنحط مثبت خارجي ايا كان نوعه ايه سواء في الفخذ او في الساق، ونبدا ان احنا نبعد ملي كل يوم. العظم اللي بيتكون الجديد ده بيبقى في الاول زي جيلي كده، وبعد كده لما بنخلص الاطاله بنسيبه يتكلس. احنا عندنا في النص هنا حوالي 5 سنتي. انت حضرتك ممكن ما تميزهمش من العظمه الطبيعيه بالظبط. ده عظم رباني طبيعي احنا ما كسرنا، وبنبعد كل يوم ملي ملي ملي. فال 5 سنتي دول اتعملوا في 50 يوم أوكي. وعشان ينشفوا محتاجين يقعدوا ضعف ال 50 يوم دول او اكتر شويه. حد نشفوا بقى تمام بنشيل المثبت الخارجي. شوف مشيه المريض، المريض بيبقى في قمة الساعة طبعا ان هو ماشي الحوض بتاعه متزن، وجع الظهر بيروح، المريض بيبقى طبعا ثقة في نفسه ان هو مبقاش عنده العرج اللي كانت واضحة. النوع الثاني من التقزم او قصر القامة اللي بيكون فيه الطرف كله قصير في الناحيتين، طبعا في امراض كتيرة يمكن اشهرها الاكوندروبليزيا. الاكوندروبليزيا مرض للاسف ساعات بيبقى موروث وساعات بيجي الطفرة جينية لأول مرة في الطفل او في الطفلة، ده بيخلي العظام كلها قصيرة. طبعا دي مشكله كبيره. قدامنا حاجه من اتنين، يا اما ان احنا نقبل بان احنا مش هنعمل اي حاجه، يا اما هنضطر نعمل عمليه اطاله. بس هنا عمليه بتبقى متكرره لاني هعوز اطول الساقين ثم الفخذين، ولما اطول الاتنين دول طول الذراع هيبان قصير نسبيا فهعوز اطول الذراعين. فهي مراحل كتيره، مشوار طويل شويه. بس ده في الاخر بيبقى اختيار المريض واختيار الاهل. في ناس اكوندروبليزيا بيبقى وصل لسن البلوغ وهو مش عاوز يطول او حاجه، مجرد بس ان ممكن اعدل له التقوس او حاجه. لكن ناس تبقى عاوزه توصل لايه؟ للطول المناسب للشكل المناسب الطبيعي بالظبط كده، عشان برضو السيلف استيم والسيلف ايمج والثقه بالنفس والتنمر والحاجات دي كلها. غير الاكوندروبليزيا بيبقى برضو في ناس عندهم قصر قامه، يعني هو خلاص البنوته وصلت لسن 14 وخلاص ده بيعتبر مركز النمو تقريبا قفلت، وتلاقي طولها 130 140 وعاوزه تطول، هي مش عاوزه. في الحاله دي بقى ايه؟ برضو ممكن نطولها بنفس التكنيك برضو ان احنا بنطول الساقين او الفخذين. احنا يعني متعارف علميا ان 150 سنتي ده الارتفاع الطبيعي اللي الانسان يقدر يعيش فيه بدون مشاكل، يعني يقدر يطلع مواصلات ينزل مواصلات يقعد على كرسي رجله طايله الارض. أوكي. يقدر يستخدم الحاجات الطبيعيه من غير ما نعمل له تعديل للبيئه. فاحنا اللي قال 150 لو هو فعلا عنده مشكله لا بنمشي معاه في شرح كل حاجه. البنوته دي مثلا عامله الساقين هنخلصهم ونعمل الفخذين. طبعا هو مشوار طويل شويه لازم الاب والام يعني على مده قد ايه كده تقريبا؟ يعني احنا الجهاز هيقعد على الاقل مثلا 6 شهور. اوكي. وبعد كده لما نخلص ده هنشتغل على الفخذين، لما نخلص الفخذين هنشتغل. فهنتكلم في رحله ممكن توصل لسنه ونص او سنتين عشان نكتسب قد ايه في كل طرف حوالي 6 او 7 سنتي. فاحنا في الساقين 6 7 سنتي، في الفخذ ممكن يوصل ل 8 ممكن يوصل ل 15 سنتي اللي هم ارتفاع قد كده. ارتفاع طبعا كويس. ساعات بنضطر نعملها مرتين لو القصر شديد، بس انا ما بقدرش اجيب في المره الواحده اكتر من 15 سنتي، 8 هنا مثلا و7 تحت. ممكن اسيبه 3 4 سنين واجي تاني في سن 15 16 17 تتكرر تاني فابقى جبت 15 تانيين فبقى هو جاب 30. بس الرحله
شاقة تستحق، بس في الاخر بنشرح كل حاجه طبعا عشان الكونسلنج ده اهم خطوه. انا عايز اقول لك حاجه يا دكتور، انا من الناس اللي لما بشوف الصور دي قبل وبعد انا بتبسط جدا بجد، بحس بالبهجه. فتخيل بقى احساس المريض نفسه حتى لو الرحله شاقه طبعًا. بس النتيجه تبقى كده، ده انت بتغير في حياته تماما، انت بتخليه شكل مختلف وانسان مختلف. انا عايزه اتكلم شويه عن تواجدك بقى في المؤتمرات، ما شاء الله انت محقق نجاح كبير جدا، وكمان الابحاث اللي حضرتك بتقدمها. يعني الحمد لله رب العالمين. بالنسبه للشغل البحثي بتاعي طبعا كعضو هيئه تدريس وكراجل اكاديمي، البحث العلمي بيشكل بالنسبه لي جزء كبير جدا من الشغل بتاعي. ابحاثي متركزه حوالين استخدام المثبتات الخارجيه بالكمبيوتر في اصلاح التشوهات، استخدام حاجه اسمها المثبت الخارجي المساعد داخل العمليه، حاجه مؤقته جوه العمليات بنصلح بيها نشيلها، المريض في الاخر يخرج برده بالرباط الضغط بس بدقه 100%. عندي جزء كبير من شغلي حوالين العدوى العظام، مش موضوعنا النهارده بس احنا بنتكلم في الناس اللي بيحصل لهم مشاكل عدوى بعد العمليات والجرح ما بيلتئمش والكلام ده، ده له شق كبير جدا، وبنستخدم فيه احدث وسائل وهي المسح الذري البوزيتروني بالاشعه المقطعيه البيت سي تي، دي حاجه حديثه جدا جدا. دي يعتبر احدث حاجه في العالم بنستخدمها هنا في مصر وبنطبقها، والحمد لله نشرنا عليها اكتر من بحث والقينا الكلام ده في مؤتمرات دوليه، ويمكن عندي يعني يمكن بعد 10 ايام ان شاء الله مؤتمر في بازل الجمعيه الاوروبيه لعدوى العظام والمفاصل، هلقي فيها بحثين، يعتبر يعني مشاركه الناس من الوطن العربي قليله جدا، فالحمد لله ان احنا لينا تواجد من مصر ومن جامعه بنها في المؤتمر ده. فتبادل الاراء مع الناس، احنا الحمد لله بنعمل حاجات الناس كلها بتعملها في العالم، عندنا السيت اب وعندنا الامكانيات، والحمد لله رب العالمين عندنا التواجد برضو على الساحه الدوليه، فعلا بنحقق افضل ما يتوصل اليه العلم في كل العالم، بنجيبه هنا في مصر للمريض بتاعنا من غير ما يفكر انه يروح في اي مكان. دكتور احمد، انا اولا بشكرك وبحييك على الصور اللي احنا شفناها دي، وهستاذنك معلش الحلقات الجايه اتمنى ان انت تجيب بعض من الحالات او نشوف تقارير ليهم عن احساسهم بعد العمليه، وخصوصا الاطفال بقى، لان انا بتعاطف قوي في حته الاطفال دي. حضرتك نورتني وشرفتني. كان معايا الاستاذ الدكتور احمد الشيخ، استشاري جراحات العظام واصلاح التشوهات وتقويم واطاله العظام، ومدرس جراحات العظام بكليه الطب جامعه بنها. مشاهدينا بكده تكون انتهت حلقتنا، اشوفكم على الف خير في حلقه جديده. السلام عليكم.